مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج من المجتمع. نستضيف في حصة اليوم الشاب توفيق حشيشة ليحدثنا عن خبايا تجارة المخدرات في البلاد. شهادة جديدة طبعا من الشاب توفيق حشيشة، أهلا وسهلا بك. خير. كيف الحال؟ بس عايش. يعني في البداية نشكر شجاعتك للمشاركة في هذا البرنامج. عايش كتير. حدثنا عن مهنتك، ماذا تفعل؟ أنا مبيعز أطلع أختي. يعني تعمل في المخدرات، تبيع مخدرات؟ لا مش مخدرات، أنا مبيعز أطلع مخدرات يبيعوها لجروسيست. أنا دي طيون نقطعه ونبيع. أنا راح نشتري من عند لجروسيست تاع المخدرات، وبعد نشريهم ونقصهم وبعد نبيعز أطلع. ما الفرق؟ لجروسيست بالك يشريو بلي كونتينر وذاك، واحنا نروحوا نشوف من عندهم بشويه ونبيعوا للزبائن تاعنا. طيب يعني طريقة البيع والتوزيع كيف تتم؟ نظهر الصباح على الربعة ولا الخمسة تاع العشوة، وعندي سكوتر، راح في السكوتر وراح ندور على الكليون نبيع لهم، و 12 وحدة تاع الليل نخلص. من هم زبائنك؟ الزبائن تاعنا لا بوبيلاسيون كل متنوعين، عندنا يعني كافة شرائح المجتمع. تو لي زادوليسون، لي زادوليسون من 20 طون حتى 55 طون. لي زادوليسون تاع الجزائر كل يشيو من عندنا. يعني افهم من كلامك حتى المراهقين يشتروا منكم المخدرات؟ هذوك المحروقين هذو تاع من 20 حتى 65 سنة كل يشيو من عندنا. ومن اين يأتوا بالمال؟ كاين عند كاين لي زوم دافير، كاين اطباء، كاين لي ميدسان، كاين لي دكتور، كاين لي زافوكا، كاين لي جون، لي زيتيديان، لي زامبيتي تاع البرلمان، كاين حتى اللي عندهم لحيه. معقول؟ ما بشكل بصح اللي كان عندهم لحيه. معقول حتى المتدينين؟ خاطر شي يقول لك، هو يقول لك بعد العشاء افعل ما تشاء. حدثنا عن الزبائن، ولكن ما هي رسالتك إلى البرلمان الجزائري؟ كي تشوف الدولة مثلا الآن، الدولة تبيع في الكحول، يا أخي تبيع في الكحول، تبيع وتسلكوا لي زامبو، خلونا احنا نبيعوا ونسلكوا لي زامبو، سلكوا الضرائب كما هما. ولكن الكحول تختلف عن المخدرات. لا، زطلة ماشي كما المخدرات، زطلة واحد مسطول تلقيه الحاك زهواني مسطول، واحد سكران يقول لك انا سكران ويضرب يهوش ويكفر على ربي. يعني انت تنصح بالمخدرات بدل عن الكحول، ولا تنصح بانه يكون هناك رخصه للمخدرات ايضا واستعمالها؟ شوفي حتى في القران ربي خي قال الكحول حرام، يا اخي الكحول حرام، ما هدرش على زطلة. احنا شاتينا خدموا كيما هما يخدموا بريجست كوميرس، يديروا لنا ريجست كوميرس، لكن روحنا نشريو من عندهم، من عند اللي يبيعوا المخدرات يخرجوا لي كونتينر نورمال. شتي البور، البور على بالك، البور فيها في هذاك البون، هذاك الجسر هذاك اللي يخرجوا منه لي كونتينر اللي فيهم المحارق، المحارق تاع المولد، هذاك المحارق تاع المولد كاين لي كونتينر يخرجوا فيهم المخدرات، وبعد احنا نقلبوهم زطله. تسمى تجاره واحده. على المحارق يبيعوهم نورمال، وحنا ما يخليناش نبيعوا زطله يقول لك تردي. طيب اذا ما السبب، ما المشكله، لماذا يتم لك مصادره واعتقال من يتعامل مع المخدرات؟ اذا هذه ما فهمتهاش والله، هذه ما فهمت. يبيعوا في الكحول ويقول لك هذا مليح للاقتصاد، وزطله ثاني مليح للاقتصاد. سطلة نورمالمون يديروا لها لوتوريزاسيون، يعطينا ريجست كوميرس ونوليو نخدموا كيما الناس عادي. يعني يبدو من حديثك انك مثقف ومتدين ايضا. مثقف ومتدين وقارئ القران. طيب انا شفت معك سيجاره، مش عارفه هل هي هاي المخدرات تعمل تحديدا فيها؟ هذه ولا الحشيش اللي نبيعوه. هل في انواع من الحشيش ولا هو نوع واحد؟ كاين انواع بزاف.
يعني ليش خربتها السيجارة؟ صبر عليا. تفضل. هي اللي بعد تخربني. انا ساعة ساعة ننزل البيس، والله ما على بالي وراني رايح نضحك مش فوراني. بس الكول مش مليح، الكول حتى من ناحية البيئة، الكول فيه الزجاج، يطيش الزجاج، يكسر، يقطع الاولاد. بس الحشيش، مختم بالحشيش، لا سمو الحشيش. من الحشيش، من ايه الأخضر، طبيعي كما طبيعي. يقولوا هذاك، يقول لك ايه الى بيد جرادابل. مستور يضحك دائما، مستور ما كانش مظاهرات، ما كانش لابولين، ما كانش قزوله. حتى في الاستاد، في كي يروحوا يشوفوا المقابله تاع كره القدم في الاستاد، تخسر ولا تربح هاك فرحان. هما الدوله يشتيونا كما نقولوا، والو يموتوا علينا كي نسكتوا. ورأيك بالانتخابات؟ انا مع اكبر مسطول في البلاد. ليش؟ هل حيأمن لكم حياة أفضل؟ ديجا هو كي تشوف دائما هو مسطول، مين هو تحديدا؟ متسرقة بني بيكي. نروح نفوتي على هذاك النكاس قسما ما يعرفهاش. يعني مختصر مفيد. لازم المسؤولين هذا هما يهبوا الكليون تاعنا. كي تجي يشري من عندك هكذا، يقول لك ايه مليحه، ودوك نسقموا لكم الاحوال ونعطيكم هذوك الكراجات تاع البريزيدان، تبيعوا فيهم ترانكيل وذاك، وفينالمون يروحوا يشروا شرو ماذا؟ واضح انك يعني وسطك قوية، لذلك تخرج عبر الإعلام وتتحدث بهذه الجرأة. فهمت السؤال؟ والله ما فهمت اختي، هدرتي لي بالعربية تاع الرسالة. يبدو أن واسطتك، يعني لديك واسطة قوية في عندي الدولة. طفطافة، عندي سكوتيرة، واكي نفس الصباط تاع الموطو، ومن بعد نديك نضرب موتور، نديك العين فوارة تشرب الماء تاع العين فوارة، قال لك لي اشرب الماء تاع العين فوارة يولي. لا شكرا، يعيشك. مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة. تعرفنا وإياكم على قصة الشاب توفيق حشيشة الذي يبيع المخدرات. يا أختي قلت لك ماشي المخدرات، نبيع الزطلة. الزطلة كما ذكر الأخ توفيق. مخدرات شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.